اهلا بيكم في امد ايست. النهارده ان شاء الله هبقى معاكم عشان نعمل خطوات الاكونت وازاي نسجل على موقع امد ايست وازاي نبتدي امتحان تحديد المستوى. اول خطوه بنعملها بنخش على موقع امد ايست اونلاين دوت اورج. بعد كده بتظهر لنا الصفحه دي قدامنا، سواء احنا فاتحين من الموبايل او من اللابتوب بنختار كرييت نيو اكونت من هنا أو إنشاء حساب جديد، بندوس عليها. بعد ما بندوس عليها بتظهر لنا صفحة بنسجل فيها بياناتنا زي ما احنا شايفين، من اسم المستخدم يوزر نيم وباسورد، وبنحط الإيميل بتاعنا والاسم والمدينة اللي احنا عايشين فيها ورقم التليفون. فهنبتدي نعمل الخطوات مع بعض. أول حاجة نحط يوزر نيم أو اسم مستخدم للأكاونت بتاعنا. وبعد كده بحط باسورد. وبعد كده بحط الإيميل بتاعنا نختاره من هنا. وبدخل اسمي عادي بعديها. والسيتي أو المدينة اللي احنا عايشين فيها، القاهرة أو الإسكندرية أو أي محافظة احنا قاعدين فيها، أنا هكتب هنا القاهرة أو كايرو. وبعد كده بنيجي عند خانة رقم التليفون، بنكتب رقم التليفون بتاعنا ويفضل رقم التليفون اللي عليه واتساب. وبعد كده بنيجي هنا ندوس على العلامة دي، وآخر خطوة بنعمل create my new account أو إنشاء حساب جديد. بعد ما بندوس عليها بتبعت لنا مسج على الإيميل بتاعنا. نشوف مع بعض دلوقتي الخطوة هي جات لنا دلوقتي، بيقول إحنا إن أمد إيست بعتت رسالة تأكيد أو confirmation إيميل على الإيميل. فبفتح الجيميل بتاعي او ياهو او هوت ميل او اي ايميل احنا عندنا، فانا هفتحه وهكتب الباسورد. بعد ما بفتح الايميل او البريد الالكتروني بفتح، بيجي لنا رسالة من امد ايست او ايميل من امد ايست هنا. بنخش عليها ونلاقي لينك أو رابط، بندوس على اللينك أو الرابط ده. كده احنا عملنا حساب أو عملنا أكاونت على موقع أمد إيست. بنكمل بقية الخطوات، بندوس كونتينيو. بعد كده بيجي لنا هنا الانرولمنت كود أو رمز اللي احنا بندخله عشان نمتحن، وبيبقى عادة بيبقى آخره الساعة 11 بالليل في كل يوم إحنا بنسجل فيه أو بيبعت لنا رسالة التأكيد. فهنحط الكود دلوقتي وبعد كده بدوس Enroll أو دخول، بدوس هنا بعد كده بدوس على Read and Sign First، بدوس أول واحدة، بنزل عند آخر الصفحة بلاقي علامة أو كلمة تيست، بدوس عليها هنا، بنزل في الآخر خالص وستارت أتمت أو أبتدي الامتحان. مجرد ما ببتدي الامتحان بيبتدي يظهر لنا أسئلة، والأسئلة عادة بتبقى اختياري، بختار منها أي إجابة بناء على اللي انا عارفه. وبعد كده بختار submit answer او ابتدي اشوف السؤال اللي بعديه.